مسعود كريري ملعوبه لسلمان حريري لا في الجهه اليسرى قاطر عليها سلمان هذه فرصه تعادليه دخول قوي جدا في ركله الجزاء ركله جزاء للاتحاد شوف اللقطه عبد العزيز الجبرين والدخول كان وين برا الخط على الخط في المنطقه شوف اللقطه مره اخرى الدخول برا جوا الحكم لكم وبالتاكيد التحليل راح يكون حاضر لكن هذه العادات مره واحده وثنتين وثلاث شرطه الجزاء في وديه الرسميه يا نور لا مرت الى خارج ارضيه الملعب الخبير قدام الخبير صعبه هذه العاده مره اخرى محمد نور في زاويه لكن يبدو احتفاليته الخوجي اصيب بالاحتفال